بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية طبعا تقدم بالشكر والتقدير للدكتور ناصر عتيقي رئيس لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية، وأيضا لجميع أعضاء هذه اللجنة طبعا، ونشكرهم على الحراك الثقافي سواء كان في شهر رمضان المبارك وأيضا في يعني الشهور الماضية. على ما أعتقد اليوم يعني الفعالية رقم 67 تقريبا لما خاني التعبير دكتور، فيعني حراك ثقافي 73، فحراك ثقافي طبعا يعني يشكر عليه أعضاء اللجنة، وأيضا الشكر موصول للدكتور. طبعا محاضرتنا اليوم بعنوان القيادة بالتمكين، و يعني نتمنى أن تكون محاضرة شيقة، وأنا متأكد يعني راح تكون محاضرة شيقة ومحاضرة ممتعة وأيضا مفيدة، لأن يعني عندي إلمام بشكل جيد للشخص الأستاذ مطر الريامي بشكل خاص، وأتمنى إن شاء الله أن اليوم أكيد راح يفيدنا من خبراته، وأنا لي تجربة طبعا يعني مباشرة مع الأستاذ مطر، راح أتطرق لها إن شاء الله بشكل بسيط. طبعا فعاليتنا اليوم بتنظيم من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ممثلة عن لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية، وبدعم ورعاية مؤسسة تنموية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. طبعا الفاضل أستاذ مطر الريامي قبل لا يكون يعني ضيف في هذه المحاضرة، هو طبعا مدير وأستاذي ومعلمي، وهذا طبعا يعني أنا شهادة أعتز فيها، تعلمت من هذا الشخص الكثير خاصة في المجال التربوي، وأنا عاصرته طبعا 5 سنوات في مدرسة سلطان بن مرشد بصفتي معلم، وهو أيضا كان قائد يعني في المدرسة، يعني ما كان مدير فعلا، كان فعلا قائد. وقد يكون الموضوع اللي راح نتحدث عنه اليوم أستاذ مطر فعلا يعني كان يجربه بشكل يعني مباشر، وكان من الأشخاص اللي كانوا فعلا يحبوا أنهم يمكنوا المعلمين ويمكنوا الإداريين في المدرسة. طبعا أستاذ مطر الريامي بكالوريوس رياضيات وماجستير إدارة تربوية من جامعة القاهرة، معلم ومدير مدرسة لأكثر من 20 سنة، حاليا طبعا يترأس قسم الإرشاد والتوعية بالمديرية العامة لمحافظة جنوب الشرقية، وعضو أيضا في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية. طبعا عندي تجربة بسيطة مع الأستاذ مطر في المدرسة، وكان من الأشخاص اللي فعلا يعني أعطاني تمكين في إحدى يعني المهام الرئيسية في المدرسة، وكان مهمة التدريب المعلمين داخل المدرسة، يعني من الأشياء الأساسية اللي كانت يعني هدف أساسي كانت عند الأستاذ مطر، وهذه التجربة طبعاً استفدت منها الكثير، ويعني وهذه طبعاً يمكن من أحد أهداف القيادة بالتمكين، أن تصقل مهارات الأشخاص أو مهارات الأعضاء اللي موجودين في أي مؤسسة حكومية. طبعاً نرحب بالأستاذ مطر الريامي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون اليوم محاضرة شيقة ومحاضرة ممتعة. طبعاً المحاضرة راح تكون لأقل من ساعة، وراح نترك المجال لآخر 10 دقائق للمداخلات ولطرح الأسئلة. يتفضل الأستاذ مطر، مشكور. أحسنت، رحب بك. نستعمل الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية طبعا أرحب بالجميع، جميع الحضور، وحقيقة يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم متحدثا عن ورقة حول القيادة بالتمكين.
قبل كل حاجة طبعاً أحب حقيقة أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة بلجنة أدباء وكتاب محافظة جنوب الشرقية، واللي طبعاً على رأسهم الدكتور ناصر جزاه الله خير على إتاحة الفرصة، وكذلك حقيقة الشكر موصول للأخوة في المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمهم لمثل هذه الأمسيات الثقافية، وأيضاً طبعاً حقيقة الشكر لكم بتواجدكم جزاكم الله خير، وأتمنى بإذن الله تعالى أن أقدم ولو الشيء البسيط حول يمكن مفهوم أظن بأن يمكن نحتاج لجميعاً، ليس فقط في المؤسسات، لعل يمكن الشخص اللي بير العنوان يمكن يظن بأن المفهوم ممكن يحتاجه قادة المؤسسات سواء كانت تربوية أو أيًا كانت، لكن هو الأصل لا، ممكن أن أنا أقول بأن حتى في بيوتنا إحنا ممكن نحتاج أن نفهم شيء من القيادة بالتمكين، لأن في النهاية يظل البيت هو مؤسسة ولها قائد، فبالتالي متى ما كان عندنا ثقافة للقيادة بالتمكين بلا شك بأن ممكن الأمور تمشي بشكل صحيح، لأن يعني القيادة بشكل عام وما هي علاقتها بالتمكين، الكثير منكم عرف ويعرف عن القيادة، ما هي القيادة وما هي أسس القيادة وتعاريف القيادة وكيف ممكن أن يعني ممكن أن نخلق شخص قائد، لكن حديثي يمكن اليوم راح فقط نركز على جزء محدد من القيادة، وهو كيف ممكن أن يستخدم القائد التمكين بمؤسسته، يعني يقود العاملين معه بمؤسسته ويستخدم مفهوم التمكين. أنا حقيقة قبل ما أبدأ وكتبت حاولت أني أفسر العنوان باللغة الإنجليزية Leadership by Empowerment، شدني العنوان أريد أوقف عنده، لما يتحدث يقول Leadership، طبعاً القائد هو Leadership هي القيادة، القائد باللغة الإنجليزية هو الليدر. طيب لماذا يعني ذكر مصطلح الشيب الآن هنا اللي هو السفينة مثلاً أو القارب؟ يمكن لعله ليكون يعطي مدلول على أن الأصل رحلتك أنت في المؤسسة سواء كانت مؤسسة خاصة، مؤسسة رسمية، مؤسسة، وأريد وأعيد وأقول بأن حتى على مستوى البيت بشكل عام هي رحلة، فهي مثل السفينة، متى ما عبرت من مسار إلى مسار آخر بأمان فأنت قدرت بشكل صح أنك يعني تنجز أهدافك وتحقق ما تريده بالشكل المطلوب. يكمن هنا الدور القيادة القائد، المدلول الأول أول حاجة أن في السفينة إحنا محتاجين فقط شخص واحد وهو قائد. طيب إذا لابد أن يكون في المؤسسة، يعني يظهر في المؤسسة بشكل عام قائد شخص واحد. الأمر الآخر أيضا، لماذا قال لي empowerment يعني قوة، دخل القوة في الموضوع، إذن ليعطي مدلول آخر أن القائد محتاج إلى القوة، والتمكين إن شاء الله تعالى لما بنتحدث عنه في سياق الحديث أيضا راح يلاحظ بأنه محتاجين إلى القوة، فربط ما بين احتياج القائد للقوة ليتحقق التمكين. طيب عنوانت أيضا الموضوع بأن القصة تبدأ من التفويض وتنتهي بالتمكين، التمكين يأتي بين المرحلتين، يبدأ من التفويض وينتهي بالتمكين. التفويض يمكن كثير منا سمع عنه، لكن التمكين كمصطلح هو الأصل يأتي ما بعد التمكين، ويمكن نتعرض له بعدين، مرحلة ما بعد التمكين نصل إليها ما بعد التمكين. الأصل نبدأ بالتفويض وهو مجرد إعطاء صلاحيات من دون مسؤوليات، لكن التمكين بنرقى شوية إلى أنه نعطي صلاحيات بس أيضا مع يعني نمنح صلاحيات ونعطي أيضا مسؤوليات. التمكين لا، التمكين بيصبح ممارسة أكبر من التمكين، مرحلة أعلى من التمكين، وأيضا في سياق الحديث بنتطرق لها بإذن الله. ماذا ستتحدث عن ماذا ستتحدث في هذه الورقة؟ بنتكلم عن مفهوم التمكين وأهداف التمكين
ومقومات التمكين، ثم أهمية تطبيق التمكين في المؤسسة والعوامل المعززة للتمكين، وبنتكلم عن ممارسات عملية للتمكين، ثم بعد ذلك معوقات التمكين. طيب، طبعا التمكين الحديث عنه بدأ في الألفية السابقة، في العشرينات من الألفية السابقة، وجاء في الأصل عبارة عن يعني دحض لكثير من الأفكار اللي كانت موجودة في إدارة المؤسسات، سواء كان يعني الإدارة العلمية أو الصناعية، اللي كانت فقط تركز على موضوع الإنتاج أكثر من أن تركز على الموظف وما عنده من علاقات وغيرها. فيعني التمكين جاء نتاج الحديث عن أهمية العلاقات الإنسانية في المؤسسة، وكيف ممكن هذه العلاقات الإنسانية تؤتي فعلاً ثمارها وإنتاجها داخل المؤسسة. طبعاً كانوا من رواد المدارس، المدرسة العلمية مثلاً والصناعية تايلور، واللي هو مثل ما خبرتكم بأنه كان التركيز فقط على موضوع الناتج وما يهم الموظف وإيش ظروفه وما هي العلاقات، كان فقط في المؤسسة التركيز على أن ماذا ممكن أن تنتج المؤسسة. في مرحلة متقدمة بعد ذلك جاء لا المهم جاء من المهم أن نتحدث عن علاقات إنسانية وأهمية مشاركة الفرد والموظف في هذه المؤسسة لإنجاز بشكل أفضل. طبعا أيضا جاء الحديث عن التمكين، هو حالة من حال أي مصطلح إداري على كل حال وقيادي، جاء في البداية في التجارة في المؤسسات التجارية، ولكن بعد ذلك أخذ المنحة ذا في يتحدث عنه في كل المؤسسات، سواء كان مؤسسات تربوية أو غيرها. ما هو التمكين؟ التمكين هو طبعا في اصطلاحا في اللغة من مكن الشيء أو استمكن، أو حتى يمكن من تعبير المكان نفسه، يعني يقال مكنه من الشيء تمكينا وأمكنه منه، واستمكن الرجل من الشيء وتمكن منه، يعني لا يمكن النهوض بشيء، أي لا يقدر عليه وأمكنه من عدوه، بمعنى نصره وحكم فيه. يعني باختصار التمكين لغة بمعنى الاستطاعة، يعني أنا مكنك بمعنى جعلتك تستطيع للقيام بهذا الشيء. حتى يقال أن مثلا ممكن أسألك ممكن تسوي شيء، ممكن تسوي شيء، يعني ممكن تفعل هذا الأمر، بمعنى أنك أنت هل قادر، هل تستطيع. فإذا التمكين يبدأ اصطلاحا بالاستطاعة. طيب، في الاصطلاح مفهوم التمكين هو إعطاء الموظفين القوة، والقوة طبعا هنا ممكن تكون قوة بحكم صلاحيات أو بحكم مسؤوليات، وممكن أيضا قوة معرفية، لكن في النهاية لابد من إعطاء القوة لاتخاذ قرارات بشان عملهم، وهو استراتيجية تهدف إلى تحرير الطاقات الكاملة لدى الأفراد وإشراكهم في عملية بناء المنظمة. إذن ليتمكن لابد أن يكون مشترك في عملية بناء المنظمة. إذن التمكين في كل التعريفات اللي ممكن اطلعت عليها لابد من إعطاء مسؤولية ومنح صلاحية. أما إذا وقفت عند فقط إعطاء مسؤولية فأنت تتحدث عن التفويض، بعدك ما وصلت لمرحلة التمكين. لكن متى ما منحت الصلاحية إذا أنت بدأت تتحدث عن التمكين في المؤسسة. طيب، ما هي الأهداف؟ أهداف التمكين، أهداف التمكين أول حاجة ممكن يعني لأن المؤسسة أيا كانت نوع المؤسسة، أول حاجة ممكن تكون هي استجابة لبيئة متغيرات. في المؤسسات بشكل عام يعني بحكم العولمة وبحكم المتغيرات أيا كان نوعها، لابد أن تكون هناك متغيرات مستمرة. فأنت إن لم تمكن الأفراد العاملين فثق تماما بأنك راح تكون يعني متأخر عن إنجاز الأهداف، وبالتالي أصبح التمكين متطلب ضرورة وحتمي وليس جزء من الترف في المؤسسات، وهو استجابة لبيئة متغيرات أو لظروف متغيرات معينة. كذلك أيضا تقديرا لدعم الابتكار، لكي يعني تضمن مستوى ابتكار وإبداع لابد من التمكين، أو نقول بأن التمكين ممكن أن يوصلك لأنك تحقق الإبداع والابتكار في مؤسستك.
كذلك أيضا يتيح لهم الفرصة الموظفين القدرة بشكل أكبر على الإبداع وعلى الابتكار. ليش؟ لأنه راح يكون الآن جزء شريك معك في موضوع التمكين. حنا لما بنتكلم بعد ذلك عن مقومات التمكين بنحس بأنك لابد أو بنتكلم بجزئية أنك لابد أنك تشركه وتدربه وتخليه جزء من منظومة العمل اللي عندك. فإذا وصل لهذه المرحلة ثق تماما بأنه بيساهم في الابتكار والإبداع. كذلك التخلي عن الطرق التقليدية، أيضا إيجاد قيادات. فالتمكين من ضمن أهم أهدافه بأنك ممكن في مؤسستك أيا كان نوعها، أكرر، بأن ممكن أنك تخلق قيادات. طيب، التغلب على البيروقراطية والروتين أيضا من ضمن أهداف التمكين. كذلك يساهم بأن جميع اللي معك يشاركوا في اتخاذ القرار. يمكن من أكبر التحديات اللي تعاني منها المؤسسات الآن هو موضوع صنع القرار واتخاذ القرار. أحيانا ممكن إيش اللي يحدث؟ يتفرد اللي هو مسؤول المؤسسة والمنظمة في صنع القرار وفي اتخاذ القرار، وهني تظهر كثير من الإشكاليات والتحديات بعد اتخاذ القرار. لكن لما يكون كل العاملين والموظفين بالمؤسسة لهم دور في مسألة على الأقل صنع القرار، إذا بالتالي وهو طبعا يعتبر جزء من مفهوم التمكين، إذا بالتالي الكل بيتقبل مسألة القرار اللي تم اتخاذه، ما راح تكون هناك صراعات داخلية ولا راح يكون في أيضا يعني جزء مضاد للقرار اللي تم اتخاذه. كذلك أيضا ممكن يكون يساهم التمكين أو من ضمن الأهداف أن يحل المشكلات اللي يواجهها دون النظر دون الانتظار من قبل الرؤساء، لأنك أنت مكنت فما بتنتظر الرؤساء لحد ما ممكن أنهم يساهموا في حل الإشكالية، فقط ممكن أن على طول الأفراد يعني يحلوا التحدي اللي موجود. تحمل المخاطر كذلك يرسي مبدأ الحوكمة والمحاسبة، المصطلح اللي الآن يعني يستخدم كثير. مفهوم الحوكمة يظهر بشكل كبير جدا في المؤسسات اللي تمكن. أيضا يساهم بجودة القرارات ولصناع القرار، هذه من ضمن الأهداف الأساسية في للتمكين. طيب، مقومات التمكين، يعني ما هي الأشياء الأساسية اللي نحتاجها كقادة ولابد من إيجادها في حال عدم وجودها ممكن أن ما يتحقق التمكين بالشكل الصحيح. واحد، قال لك العلم والمعرفة والمهارة. إن لم يكن مثلاً على سبيل المثال هناك يعني علم ومعرفة ومهارة للشخص اللي تمكنه، ما ممكن أن ينجح في التمكين. كذلك نفس الشيء وضوح الهدف، لابد أن يكون بالنسبة لك كقائد الهدف واضح في مؤسستك إذا تريد أن يكون هناك فعلاً نجاح بشكل واضح للتمكين. الأمر الآخر أيضاً الرغبة في التغيير، وتبدأ بالأساس من القائد أن يكون عنده رغبة في التغيير ويظهر هذا الأمر في مؤسسته. أيضاً نكران الذات، وهي أكبر حقيقة أجدها أكبر تحدي عند صاحب المؤسسة. صاحب المؤسسة لابد أن يكون عنده نكران للذات من البداية، لأن في النهاية مسألة التمكين المعنى أنه ممكن أن يكون القائد يتقمص دوري في القيادة، فقد لا يقبلها كثير من القادة أن يكون القائد يحل محله، يكون في يوم من الأيام في مؤسسته هو المدير أو يكون هو اللي يتخذ القرار أو هو اللي يجتمع أو هو حتى اللي ينظم عمل المؤسسة. فنكران الذات أهم جزئية عند القائد اللي يريد فعلاً أن يحقق مفهوم التمكين في مؤسسته. كذلك الدافعية، يكون عنده دافعية ويكون عنده رغبة لي يعني أن يكون فعلاً تمكين بالمؤسسة. الاتصال وتدفق المعلومات، بشكل عام في أي مؤسسة هناك معلومات، قد تكون معلومات أفقية في نفس المستوى وقد تكون معلومات يعني من الأعلى إلى الأسفل، لكن لابد إذا تريد تحقق التمكين لابد أنك أنت تكون عندك تدفق واضح للمعلومات. ما ممكن أنني أمكن أفراد أو يكون عندي نية لتمكين أفراد وأني كل شيء أضم عنهم، يعني ما ممكن مثلا تعميم معين، نشر معينة، معلومة جديدة،
أضم عنهم وأني في النهاية قاعد أنادي بالتمكين، لا بد أني أطلعهم على كل شيء، وخصوصا اللي أريد أمكنهم في القيادة. كذلك الثقة، الموجودة الثقة ما بين القائد وما بين المرؤوسين ما ممكن أيضا يتحقق التمكين، لأن أنت لابد بتتخلى عن كثير من صلاحياتك، بتتخلى عن كثير من مسؤولياتك للشخص الممكن، إذا لابد أن تكون عندك ثقة به. أيضا الحوافز، الحوافز المادية والمعنوية مهمة جدا لتحقيق التمكين. إذا للتمكين بشكل عام، وأنا حقيقة بشكل يعني من تجربة أجد أن أشياء أساسية للتحقيق اللي تعتبر مقومات التمكين، أهم حاجة الاتصال وتدفق المعلومات، موضوع أيضا الثقة والحوافز، حتى نكران الذات وبقية الجزئيات، لكن كلهن لا الأشياء أو الثلاثة لا بالذات يعتبر المثلث أساسي في موضوع المقومات. طيب مراحل التمكين، يعني أساس أنك أنت تحقق التمكين في مؤسستك، أول حاجة تبدأ من مرحلة تعزيز ثقافة التمكين. يعني مثلا مثل هذه المحاضرة الآن ممكن أن تكون جزء من ثقافة التمكين، أنك أنت في مؤسستك تحاول توصل رسائل بشكل مباشر أو غير مباشر عن أهمية التمكين من خلال محاضرة، من خلال مثلا ممكن نشر معينة، ممكن ممارسة معينة، في النهاية تخلق ثقافة في المؤسسة مفادها بأن التمكين جزء من يعني الأشياء الأساسية اللي أؤمن فيها كقائد. متى ما بدأت بهذا الأمر فهمك اللي موجودين بأنك أنت ممكن، إذن هذه أول حاجة تبدأ فيها اللي هي مسألة تعزيز ثقافة التمكين. النقطة الثانية اختيار الأفراد. حقيقة يمكن كثير من، وبعد ذلك يمكن نلاحظ هذا الأمر، من معوقات التمكين الأشياء اللي ممكن ما يوفق فيها الشخص في التمكين أن ما يختار الأفراد اللي هم ينطبق عليهم التمكين، لذلك مهم جدا تختار الأفراد. كيف يأتي اختيار الأفراد؟ هم بنفسهم أحيانا بشكل غير مباشر يقول لك أن أنا موجود عشان تمكنني. مثال أن أول حاجة وانت تمارس العمل ترى تحصل دائما سباق بأنه يقدم نفسه أنه يشغل عنك جزء من عملك، فهذا شخص ممكن أنه مكنه عند استعداد. ثانيا فاهم العمل، فاهم العمل صح. ثالثا عند الاستعداد والرغبة، أيضا نفس الشيء كسب ثقتك أنت. فأنت إذا بالأشياء هذه قدرت أنك أنت تقول بأن فلان أنا أقدر أمكنه، بديت تختاره. فإذا اختيارك مهم جدا، لأنك ممكن عدم توفيقك في اختيار الأفراد للتمكين يكون معوق ويكون ضدك أفضل أكثر من كونه لك. كذلك التدريب، هي مش مسألة أنك أنت فقط الآن يعني عززت ثقافة واخترت وما دربت، لا، لازم من التدريب تدربه على مفهوم التمكين وكيف ممكن يكون التمكين. قد يكون تدريب نظري، تدريب تطبيقي، المهم لابد من التدريب. المرحلة الأخيرة التغذية الراجعة. إيش المقصود بالتغذية الراجعة؟ يعني تعمل على مسألة أنك أنت باستمرار تراجع له المعلومات اللي قدمت لي إياها، الممارسات اللي مارسها، هل هي صحيحة؟ هين أخطاء بالضبط؟ هين الأشياء الإيجابية اللي عندي؟ هين السلبية؟ ما يمنع بأن يكون مثلاً في الممارسات اتخذ قرار خاطئ، ولكن تقدم للتغذية الراجعة، تراك أنت في النهاية تريد تمكنه، ما مشكلة، بس من ضمن أهم مراحل التمكين أنك تقدم للتغذية الراجعة. طيب بعض نتائج مفهوم التمكين، بعض النتائج المهمة من خلال الدراسات والبحوث في التمكين على الموظف، أول حاجة تحقيق الانتماء. بتلاحظه باستمرار تحصل أنه ينتمي للمؤسسة أكثر من أي فرد آخر، ممكن لدرجة أنه يحضر أول واحد ويطلع آخر واحد، من دون حوافز، من دون أي شيء، من دون حاجة زيادة، لكن تحصل لا شعوريا يداوم أول واحد ويطلع آخر واحد. لو في شيء صار، مشكلة معينة، حد غلط على المؤسسة بشكل غير مباشر، تحصله هو أول واحد يعني يندفع لي، ينبري في الدفاع عن المؤسسة. ليش؟ لأن عنده انتماء وعنده ولاء كبير جدا لهذه المؤسسة، فهذا من ضمن المكاسب
اللي ممكن يكسبها الشخص من التمكين، أن يكون عنده نسبة الانتماء والولاء كبير جدا. تحصله أيضا عنده مشاركة فاعلة، باستمرار يشارك، سواء كان يعني المشاركة مباشرة أو غير مباشرة، تحصله باستمرار يقدم نفسه، يريد يقدم مهاراته ويريد يقدم اللي عنده. كذلك أيضا بتحصل دائما يسعى لتطوير نفسه باستمرار، لأنه أصبح أنه يحس نفسه جزء من المنظومة، ويريد أنه أيضا يعني يحظى بشيء من القيادة لأنه ممكن، فبتحصل باستمرار يطور يعني أداءه. أيضا اكتساب المعرفة والمهارة من ضمن أيضا ميزات ونتائج التمكين، عنده نمو مهني كبير جدا. أيضا بتحصله دائما من ضمن الأشياء المميزة في التمكين اللي ممكن يحققها للموظف، تحافظ عليه المؤسسة، بيبقى في المؤسسة كونه منتملها بيبقى لفترة أطول، لا ممكن أن يغريه مال، ولا يمكن أن تغريه ظروف، ولا يمكن أن تغريه أي أوضاع، لأن خلاص بيبقى في المؤسسة. أيضا وذا المهم بيتحقق عنده نسبة الرضا الوظيفي اللي هو عكس الاحتراق الوظيفي، بيتحقق عنده بنسبة كبيرة جدا لأنه ممكن في مؤسسته. كذلك أيضا الإدارة العليا بتركز لكثير من القضايا الاستراتيجية. الآن مشكلة أحيانا بعض المؤسسات لأن يعني ما استطاعت أنها تمكن، تحصلها قاعدة تشتغل أو تشغل بالها بمعنى أصح ببعض القضايا في المؤسسات ما لها علاقة أصلا بالإنتاجية، مثلا والله فلان راح، فلان يه صار كذي، أشياء يمكن هي تحدث في إطار العمل العادي سواء كان في مؤسسة كبيرة ولا صغيرة، لكن لكونه ما ممكن لمن يقوم بهذه الأعمال ويتابعها بشكل صحيح فتحصل يشغل باله. بينما المؤسسات اللي عندها فكرة تمكين تحصل القيادة الاستراتيجية العليا جالسة فقط تفكر في مسألة الإبداع، التطوير، رسم الاستراتيجيات، إعداد الرؤى والقيم والتطوير، ما جالسة تشغل بالها بالأشياء البسيطة. فلذلك تفردت هذه القيادات برسم الاستراتيجيات وبالأمور الأكبر. طيب ما هي الأشياء اللي ممكن تستفيدها المنظمة من التمكين؟ قالك أولا شيء زيادة ولاء العاملين، وهذه حقيقة يعني كثير من الشركات خصوصا الشركات العالمية تركز عليها موضوع ولاء العاملين، حتى أحيانا تدفع عليها مبالغ كثيرة إنزين، وأحيانا سنوية، ويمكن أبو مريم يعرف إذا كلام سار علي، يعني مثل شركة الأسمدة أو الغاز، شركات كبيرة عندهم برامج معينة في نهاية العام الهدف منها أنهم يعززوا مسألة الولاء للموظف ويزيدوا نسبة الانتماء. أنا أقول ممكن مسألة التمكين قد تحقق لهم هذا الجزء في مقابل الشيء اللي هم يعملوه بشكل أكبر. فموضوع الولاء العاملين مهم جدا وكثير من المؤسسات تركز عليه. أيضا تحسين مستوى الإنتاجية، لأن الكل راح يشارك، بما أن في تمكين إذن الكل راح يشارك، الكل راح يحس بأنه جزء من هذه المؤسسة، إذن بالتالي بتزيد الإنتاجية. كذلك أيضا حقيقة موضوع الالتزام الوظيفي، بيقل نسبة الغياب، التذمر، عدد ساعات تواجده في المؤسسة، بيقل يعني مسألة كل ما يتعلق بالالتزام الوظيفي بيزيد عنده، وبالتالي راح يقل يمكن انشغال القادة وانشغال اللي هم صناع القرار بالمسألة دي متى ما وجد التمكين. كذلك راح يساعد المنظمة في برامج التطوير والتجديد وتعزيز الفاعلية التنظيمية، تحقيق نتائج أداء جيد ومؤشرات جيدة بتتحقق من خلال التمكين. أيضا نفس الشيء تقليل عدد المستويات الإدارية غير الضرورية مما يؤدي إلى اللي هي الحوكمة، راح تتحقق الحوكمة بشكل أفضل، لأن هذا تعريفها تقريبا الحوكمة، فراح تتحقق الحوكمة بمنظورها العمل الحقيقي متى ما وجد التمكين. هذه حقيقة من ضمن بعض النتائج اللي ممكن تكتسبها المنظمة من خلال التمكين. طيب إيش الأشياء اللي ممكن يكتسبها الزبون أو العميل من خلال التمكين؟ أمرين مهمين واللي هو يحتاجهم باستمرار، سرعة إنجاز وجودة عالية ممكن أن يتحقق من خلال التمكين. طيب
القيادة والتمكين حقيقة يمكن من ضمن الأشياء المهمة في هذا الموضوع دور القيادة في نجاح التمكين في غاية الأهمية، لأن التمكين يتطلب من القيادات والإدارات العليا التنازل. موضوع التنازل وموضوع نكران الذات مهم جدا عند اللي هم القادة على أساس ينجحوا في التمكين. اللي همني الجزء اللي تحت، أول حاجة أريد أتحدث عن موضوع حديث يعني الحديث عنه يعني جديد الحديث عنه، وهو الصمت التنظيمي. ما المقصود بالصمت التنظيمي؟ اللي مارسوا الصمت التنظيمي الآن في المؤسسات هم أخطر الموظفين. اللي يقول لك أنا مالي حاجة، لا هو مع هذا ولا هو مع الله، ألا بالعكس يعتبروا أخطر الناس اللي قاس تتعامل معاهم، لأنك أنت ما تعرف هو بالضبط هذا إيش يريد. له ممكن أن يساعدك في موضوع أن ترتفع المؤسسة، ولا تعرف وجهة نظره إذا عنده ملاحظة غير ولا انتقاد على أساس تأخذ وتعطي معه. فممكن أنك أنت تتغلب على الصمت التنظيمي بالتمكين. حقق التمكين على أساس أن ما يكون عندك أي صمت تنظيمي. الصمت التنظيمي هو، وطبعا على فكرة هو يمكن موجود لكن كثر الحديث عنه من 2000، وبدأت الشركات والمؤسسات تنتبه له كثير في الفترة الأخيرة، أن الفئة هذه هم أخطر فئة. اللي يقول لك للمعارض، عرفت أنه معارض خلاص، ممكن بتروح وبتناقشه يقنعك يقنعته، واللي يقول لك نعم ترى خلاص عرفت أنه هو معاك، لكن اللي ما تعرفه أصلا عنده صمت. فهني حتى مع الوقت ممكن تكون مضرته أكثر من فايدته. فدائما أنت حقق التمكين مع ذا الجزء من الناس على أساس أنه ما يكون عندك صمت تنظيمي كبير في مؤسستك. الأمر الآخر، كثير من الدراسات حقيقة نبهت إلى مسألة العلاقة الطردية ما بين مستوى تمكينك كقائد ومستوى صحتك، صحتك النفسية والجسدية. متى ما تمكنت ومكنت أكثر، يعني تمكنت من التمكين، كل ما كانت صحتك بشكل أفضل. يعني ليش؟ لأن بلا شك ضغوطات العمل، ضغوطات الحياة، ضغوطات الأشياء، لأن أصبحت الأمور الآن أكثر تعقيداً من أول في كل المؤسسات. وأعيد وزيداً الآن قاعد أسقط حتى على المؤسسات البيت، مؤسسة البيت لابد أنك تمكن حتى في البيت. فأنت إذا قدرت من التمكين وبشكل صحيح، ثق تماماً أنه ينعكس إيجابياً على صحتك، صحتك النفسية والجسدية. فكل البحوث والدراسات الآن تقول للقادة بشكل غير مباشر مكنوا لحد أنك تخرج من مؤسستك وانت بخير وسلام. الأمر الآخر أيضا، أصبح هناك علاقة جدا قوية ما بين التمكين وإدارة الجودة الشاملة، وطبعا الحديث حول إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الجودة الشاملة أصبح حديث الساعة الآن لكل المؤسسات. وبالتالي هناك ارتباط وثيق ما بين إدارة الجودة وما بين التمكين، لأن ضمن معطيات إدارة الجودة أنك أنت لابد مثلا تحقق رضا المستفيد على سبيل المثال، من ضمن متطلبات الجودة. من ضمن متطلبات الجودة أن يكون عندك قيمة الهدر، أو يعني قيمة الهدر أقل ما يكون. كل هذه الأشياء ممكن تحققها بالتمكين. فأصبح الآن علاقة وطيدة ما بين الجودة الشاملة في مؤسستك وما بين تحقيقه للتمكين. أيضا حقيقة من ضمن الأشياء المهمة، علم التمكين بشكل عام صحيح أنه علم إداري، لكن الأساس بدأ الحديث عنه في علم النفس الاجتماعي. ولذلك دائما اللي يتحدث عن التمكين دائما يتحدث عن الذكاء العاطفي أو الوجداني، وهي أكبر مهارة وأعظم مهارة يفترض أن يعني يمتلكها القادة الآن. يمكن البعض منكم سمع في فترات الأخيرة لما أظن أوباما يمكن تحدث على أهمية المهارات أكثر من امتلاك الشهادات، وأصبح هذا حديث الساعة، وأصبح أنه فعلا كثير يعني يؤكد على أن المهارة يمكن يعني أهميتها أحيانا توازي أهمية الشهادة إن لم تفوقها. فكل الحديث الآن، وحتى يمكن يعتبر المهارة الأولى اللي يقيم من خلالها القائد لمؤسسته، هي مهارة الذكاء العاطفي للقادة. من ضمن الأساسيات في نجاحك في الذكاء العاطفي أنك تنجح في التمكين، لأن التمكين مثل المسك العصا من النص،
لا إفراط ولا تفريط، تكون جدا ذكي. لأن أصلا التمكين مثل ما خبرتكم مرتبط دائما بعلم النفس الاجتماعي. فالقائد يكون مهم أن يكون عندك المام بالذكاء العاطفي، أو اللي يعني له مسميات أخرى، الوجداني أو يسمى الاجتماعي وإن كان. طيب، ما هي العوامل المعززة للتمكين؟ أنت كيف ممكن الآن تعزز التمكين؟ أول حاجة فوض السلطة، ابدأ بتفويض السلطة، لا تستعجل مباشرة، لأن احنا قلنا التمكين أوكي منح صلاحيات ثم إعطاء مسؤوليات، لكن أنت ابدأ بإعطاء أو منح صلاحيات، لا مباشرة على طول تعطي مسؤوليات، أو يعني تعطي الشخص أوكي صلاحيات لكن لا تمنح مسؤوليات إلا بعد ما تقربه في موضوع الصلاحيات. فابدأ بالتفويض أول بداية. ثم بعد ذلك مهم جدا أنك يكون موضوع تبادل المعلومات بينك وما بين المرؤوسين، كذلك تعطيهم فرص لتطوير أنفسهم واكتساب المهارات وتدريبهم بشكل مناسب. كذلك التشجيع، اللي هي نفسها تقريبا المقومات اللي ذكرت لكم إياها، اللي تعتبر مقومات نجاح للتمكين. والأهم منها وجود رؤية ورسالة وقيم مشتركة. ما ممكن أنك أنت تتحدث عن التمكين مع أفرادك دون ما يكون عندك رؤية واضحة ورسالة واضحة وقيم واضحة. فلا بد أن كل الرؤية والقيم والرسالة اللي عندك تكون واضحة للجميع. الآن بنتحدث عن التطبيق العملي لممارسة التمكين. أول حاجة تبدأ من خلال تبادل المعلومات، ثم بعد المشورة، ثم المشاركة، ثم التفويض، ثم التمكين الكامل. يبدأ ذلك من خلال التعلم النظري. يعني مثلا أنا رأيت في مؤسستي بأن شخص معين عنده مقومات تمكين بحسب ما يعني رؤيتي له، أول حاجة أقدم له النصح، التوجيه، الإرشاد، يعني باختصار أخلق ثقافة تنظيمية في مؤسستي. تمام؟ إذن هذه أول وأهم خطوة، أنني أخلق ثقافة تنظيمية من خلال النصح، الإرشاد، التوجيه، المحاضرات، أيا كان. ثم بعد ذلك الممارسة، تبدأ أنت تمارس التمكين، تعطي فرصة لممارسة التمكين. يعني مثال، قد يكون في اجتماع بسيط، ما بالضرورة أنت اللي تدير الاجتماع، ممكن هو اللي يدير الاجتماع، الشخص اللي تريد تمكنه، سواء كان مساعد اللي عندك، سواء كان أيا كان. المهم في النهاية أنا رأيت بأن هذا الشخص أريد أمكنه، أخليه يمارس جزء من التمكين. إذا من بعد ما خلقت ثقافة أخليه يمارس، أطور المهارة من خلال التعلم أثناء العمل الميداني، ثم أعطيه فرصة للقيام ببعض المهام الخاصة، وأمنحه في التصرف في اتخاذ القرارات ومعالجة بعض المشكلات، يعني جانب الممارسة. كذلك بعدين ممكن أخليه أعطيه فرصة للتعلم من خلال الملاحظة، يعني ممكن أن أوجهه أنه يروح لمحاضرة معينة حديث فيها حول التمكين، يروح مؤتمر معين الحديث فيه حول التمكين أو حول ما يتعلق بالتمكين. المهم أنه أدفع فيه إلى أن يكون عنده إلمام معرفي وثقافي حول التمكين. طيب، أيضا حقيقة يعني من ضمن الأشياء المهمة أن يعني كثير من المفاهيم الإدارية وأيضا يعني القيادية أصلا ذكرت في القرآن، وهي مثل ما قال أحدهم يعني هي بضاعتكم ردت إليكم. ما حدث فقط هو مجرد أن كثير من الغرب، يعني كثير من المدلولات في الغرب رتبت بشكل صح ويمكن نظمت وصدرت إلينا مرة ثانية، لكن التمكين في الأصل تم الحديث عنه وتم التطرق عنه وذكره في القرآن الكريم، وكان هناك ممارسة للرسول صلى الله عليه وسلم في التمكين مع أصحابه وفي سيرته النبوية شواهد كثيرة جدا. ذكرت بعض مدلولات اللي هي توضح لك أن القرآن أشار للتمكين وأشار إلى ربط التمكين أحيانا بالقوة، والقوة هنا ما بمدلولها أبدا هي قد تكون القوة الجسمانية أبدا، وإنما قد تكون أيضا قوة المعرفية، قوة العلم، القوة اللي حسب وضع وظرف المكان والزمان. قال الله تعالى مثلا في آية في سورة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح أن التمكين هنا كان يمكن اللي هو موضوع العلم، تمكين يعني نبينا يوسف من موضوع العلم، وبالتالي أصبح من تمكينه
يعني عنده القيادة وعنده القدرة. وقال الله تعالى في آية أخرى في سورة الحج: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا هني مدلول التمكين، هني مدلوله للقوة. وقال الله تعالى أيضا في سورة الكهف الآية 95: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يمكن هني قد تكون القوة الجسدية أيضا. فعموما في النهاية مدلول التمكين أنك لابد أن تمتلك القوة. وقال الله تعالى: إن مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. في النهاية معنى لفظ التمكين في الآيات هو القدرة، ولا تتأتى القدرة إلا بامتلاك القوة. الشيء الأهم أيضا حقيقة اللي أريد أيضا أتطرق له هو ما بعد التمكين اللي هو التمتين. ما المقصود بالتمتين؟ التمتين هي المرحلة التي تأتي بعد التمكين، هو أن تجعل من الشخص اللي استهدفته بالتمكين يحل محلك خلاص بشكل نهائي، يكون يحل يعني يصبح أنه القائد. الآن أصبح الحديث كثير عن موضوع صناعات القادة، فلما تصل بمرحلة أنك أنت تصنع قائد إذا أنت قاعد تمارس التمتين. لما أنت تهيئ يعني وتحاول أنك أنت تخلق القادة إذا أنت بعدك في مرحلة التمكين. لكنك لما خلاص انتهيت وعديت الشخص وهيأته وجهزت اللي يحل محلك حتى يصبح هو قائد، إذا أنت جهزت لأنه يعني متنته، أصبحت أنت مارست التمتين. خمس دقائق. طيب الآن يعني التمكين مثل أي ممارسة قيادية لابد أن يكون هناك معوقات، وبلا شك أن يمكن الإشارة إليها هو فقط من باب أن يعني التنبيه بأن لابد أني أحاول أثناء ممارستي للتمكين أنتبه لها على أساس أني ما أقع فيها، ولكن هي ليست بالمعوقات الكبيرة طبعا. قال من ضمنها أولا شيء أحيانا السرية في تبادل المعلومات. أنت تريد تمكن لكنك ما جالس يعني تعطي موضوع أريحية في تبادل المعلومات. كل ما ياك مثلا شيء معين جديد مستحدث موضوع مهم المفروض أنك توزع على اللي مجموعة على اللي تريد تمكنهم، أنت لا تتحفظ عندك السرية، فإذا معوق من معوقات التمكين. أيضا نفس الشيء عندك ضعف نظام التحفيز حتى المعنوي أحيانا. أنا كنت مرة كنت أتكلم مع الأخوة الزملاء في إدارات المدارس أقول لهم مثال بسيط، مثال يعني على أنك أنت تمارس التمكين في مدرستك. أحيانا يجوا مثلا مسؤولين يزوروا المدرسة، هو يعرف المسؤول وهو جاي أنك أنت المدير ما هو المدير، لكن ما بالضرورة أنك أنت يعني تقدم نفسك في كل شيء، ما بالضرورة. أحيانا يمكن توصل رسالة لذاك الشخص اللي تريد تمكنه وتعطيه حافز معنوي لما تريد تقدمه وتعرفه للمسؤول، تفضل استاذي تفضل يعني تفضل، وتخبره المسؤول اللي جاي أو الزائر اللي جاي أنه هو رجل مهم عندي في المؤسسة، أن أنا وكأنني ما أستغني عنه. وصلت الرسالة، هو الشخص اللي المسؤول يعرف أنك أنت المدير، ما بالضرورة أنك أنت دائما تكون في الوي، خليه في النهاية وصلت له رسالة بأن هذا الشخص يريد يمكنني مع الوقت، يريد أنه يجعلني بدله. فهو في النهاية أنت بترتاح لأن أنت بتخلق لك صف آخر من القيادات في مؤسستك. باكر لو أنك طلعت إجازتك ارتحت ما 24 ساعة تلفون وتلفونك شغال. فهذه أيضا من ضمن حقيقة اللي مفترض أن يفهموها القادة، بأن يعني أنت القائد إذا أنت القائد، لكن ما معناته أنه هو راح يشيل عنك منصبك، لكن أنت اللي بترتاح لأنك أنت جالس تخلق صف آخر. أيضا التدريب، أحيانا أقول أنا بدرب وبدرب وبدرب لكني ما جالس أو عفوا أنا أريد أمكن لكني ما جالس أدرب على التمكين. على التمكين يعني مثلا مجرد أنني أتحدث عن التمكين لكن ما أعطيه فرصة أنه يتخذ قرار. اليوم مثلا في شيء بسيط جدا من الممارسات في المؤسسات أخليه يتخذ قرار، عن مشكلة يغلط ولا يصيب. في النهاية أنا دوري أني أنا أدربه بالممارسة إذا كان هو أحق هني ولا أصاب هني ولا أخطأ هني، لكن لابد أن أمكنه لأنه ما راح يتمكن إلا إذا مارس وإذا أخطأ ثم أصاب.
فأيضا غياب اللي هو أو ضعف التدريب والتطوير الذاتي أحيانا معوق للتمكين. غياب مفهوم الثقة، ما في ثقة، تراك أنت لما تمكنه تعطيه جزء من مسؤولياتك، ومسؤوليات أحيانا توصل إلى التوقيع ختم حاجة شيء لها علاقة بحاجة مهمة، قد تصل إلى أن تؤثر على سمعة مؤسسة. فخوفك من موضوع الثقة اللي بينك وبينه قد يعني تحسب لها وايد ألف حساب. فهو صحيح بلا شك أنك لابد أنك أنت تعرف اللي تنتقيه الشخص الممكن، لكنك ما تعدمه الثقة وتقول أن أنا أريد أمكنه. كذلك أيضا الأنظمة أحيانا والإجراءات التي لا تشجع على الابتكار، أيضا خوف الموظف من تحمل المسؤولية، ما يريد يتحمل المسؤولية، وبالتالي لما أنت تريد تمكنه هو يسحب نفسه لأنه ما يريد، هذا عائق من معوقات التمكين. أيضا خوف الإدارة الوسطى من فقدان مسؤولياتهم وصلاحياتهم المركزية، عفوا وبعض القرارات اللي عندهم المركزية في سلطة اتخاذ القرار، أن فقط من فوق، أما اللي هم في النص ولا اللي تحت ما عندهم أبدا خبر باتخاذ القرار، أيضا من معوق من معوقات التمكين لأنه ما راح يشارك معك. أحيانا صعوبة عملية الرقابة بسبب المشاركة في تحمل المسؤولية، أنك أنت ما قادر تنجز عملية الرقابة كامل، وبالتالي يعني ممكن أنك ما تحقق إذا كانت موضوع التمكين معك ماشي صح ولا لا. فأحيانا موضوع صعوبة عملية الرقابة ممكن يكون معوق من معوقات التمكين. طيب في الختام حقيقة يعني أريد أقول بعض العبارات اللي أراها يعني رسائل فلاشات مهمة. يعني أخي قائد المؤسسة، عندما تؤهل الناس فأنت تعلمهم كيف يقومون بعملهم، وعندما تطورهم فأنت تساعدهم على أن يتحسنوا كأفراد، وإذا تجاهلت ما يرغب الشخص فأنت تتجاهل أكبر مصادر قوته، وعندما تضع الأفراد في مناطق قوتهم تصبح وظائفهم مجزية وتشعرهم بالتحقق، وذلك ما يصنع الفرق بين من يحب العمل ومن يكره. اليوم نسمع كثير عن الاستقالات وعن والله موضوع اللي هو الاحتراق الوظيفي، وعن ان بسنا وخلاص ونريد نتقاعد ونريد نستقيل ونريد. التمكين على فكرة يحقق لك جزء من هذا العمل، يعني اذا مكنت فانت احيانا تزور مؤسسة تجد ان مستوى اعمار الناس اللي فيها كبير، وبعد يريد يشتغل يمكن المادة ما معول عنده كثر ما يعول على مسألة الاحترام، يقول لك الاحترام. هو الشخص القائد محترم وإنسان جنتل وإنسان يعني مهذب وما يغلط على حد سواء خارج المؤسسة ولا داخلها، لكن ترى ذاك يريد يقول لك التمكين لكن عبر عنه بشكل آخر وهو موضوع الاحترام. فإما صار عنده احتراق وظيفي أو صار عنده رضا وظيفي نتيجة أنه ممكن أو لم يمكن. الناس عادة يرتفعون لتوقعات قائدهم إذا كانوا يحبون هذا القائد، فإن رغبت برؤية الجميع كأوراق رابحة ومساعدتهم على الإيمان بأنفسهم تحتاج أن تشجعهم وتضبطهم وهم يقومون بعمل شيء بطريقة صحيحة، ما بالعكس. إن القادة الذين يعتنون بالعمل فقط ينتهي بهم الأمر غالبا إلى فقدان الموظفين والعمل، لكن اللي يركز على العلاقات الإنسانية يثق تماما أنه بيوصل قدام لمرحلة أنه يكسب العلاقات ويكسب العمل. إن ضياعك في الطريق أحيانا جزء من العثور على الطريق المقدر لك أن تمشيه حتى تتمكن من رؤية المسار الصحيح. متواضعو الأداء هم فقط من يموتون في أفضل حالاتهم، أما القادة الحقيقيون فهم يتحسنون دوما ويرفعون المعايير التي تمكنهم من أن يتحكمون بطريقة الأداء والسرعة، هم دائما في الطليعة. آخر شيء لنفسي ولكم أحبتي أقول، احذروا منطقة الموت كما سماها براين ترايسي، وهي منطقة التوقف عن النمو المعرفي والتعلم، لأنها الراحة المزيفة والتي ستقودك لاحقا للتعب والعناء الحقيقي. وتذكروا أنه كلما كنت صعبا على نفسك كانت الحياة سهلا عليك والعكس. هذا حقيقة ما بغيت أني يعني بشكل عام أتكلم عنه، وأختم بفيلم بسيط مقطع يعني لعل يمكن أتمنى أن توصل رسالة، ما راح أعلق فقط يعني هو من خلال الفيلم
أتمنى أن وصلت مدلول القيادة بالتمكين من خلال هذا الفيلم، وبذلك أنهي محاضرتي. صوت واضح؟ ماشي صوت. ماشي صوت؟ لا مهم الصوت. واضح واضح. طبعا مولانا الله يرحمه ويغفر له السلطان الراحل، وهو مغادر قال فمان الله، ثم بعد ذلك دخول سلطاننا المعظم سلطان هيثم الله يحفظه، وهو أيضا يستلم زمام القيادة. أتصور الرسالة وضحت أن انتقلت مرحلة، يعني من مرحلة إلى مرحلة في عمان، ومسار جدا هادي. يمكن حسدنا عليه الكثير، ولكن ما كان يعي الكثير بأن هناك كانت قيادة بالتمكين. كان يعني مولانا الراحل الله يرحمه كان يمارس القيادة بالتمكين، أولاها لمن يستحق وبسهولة جدا. وعمان يعني وكل الآخرين أشعروا بأنه وكأنه كان أصلاً يهيئ السلطان هيثم. والأصل أنه ما حد كان يعرف أن السلطان هيثم هو اللي بيحكم، لكن لأنه مولانا الراحل كان يعني يمتلك القيادة بالتمكين، فانتقلت المرحلة الحكم من إلى بسلاسة. هكذا هم القادة في المؤسسات. شكراً لكم، وأتمنى أن استطعت أني أقدم ولو الشيء البسيط. أحسنتم. طبعا نشكر الاستاذ مطر ما شاء الله عليه، واذا ما في تايم انا عارف انه بتكمل يعني حتى ساعه ثانيه. والله جزاك الله خير. طبعا راح نفتح مجال استريح وسالم ان شاء الله، نفتح مجال المداخلات وايضا طرح الاسئله. بلا شك يعني موضوع شيق، وموضوع احنا خلينا نكون صريحين فيه لازال في طور تنظير، خاصه في مجتمعاتنا، لان ايضا الموضوع يتعلق بالثقافه. يمكن تناقشنا في قبل الورشة مع بعض الأساتذة في موضوع التمكين، موضوع كتنظير جدا جميل جدا سلس، بس مؤلم جدا يعني جدا صعب، يعني لأنه مرتبط بصفات شخصية. وأنا عندي يعني كم سؤال راح أطرحه عليك سيد مطر. تفضل. صح. أولا خلينا نرجع لموضوع القائد، من هو القائد الذي يقصد السيد مطر؟ أتمنى أنك تكتب سيد مطر لأنه وايد عندي أسئلة. إن شاء الله. زين. زين سؤال ولا احسن ما نروح هذا الشكل؟ زين، فنرجع لموضوع القياده، من هو القائد اللي يعنيه السيد مطر؟ وهذا موضوع مهم جدا. هل القائد اللي تم تعيينه من قبل قيادات عليا، ام القائد اللي يعني يمتلك صفات الشخصيه للقياده واللي الناس قاعد تبعه ايا كان منصبه ايا كان موقعه في اي مؤسسه او حتى خارج المؤسسه؟ واحنا للاسف من الاشياء السلبيه ان دائما نربط القياده بالمؤسسات. هذا من الاشياء اللي ايضا يعني اثرت على مستوى يعني حتى عدم وجود قيادات في المجتمع، لان ربطنا قياداتنا بمؤسسات، وهذا موضوع يعني يحتاج ان يكون واضح. الموضوع الاخر استاذ مطر، هل التمكين هي مهاره تعتمد على صفات الشخصيه للقائد، أم هي صفة إدارية يعني يمتلكها كل إداري؟ بس أريد توضح هذه النقطة، لأن ليس بالسهولة أو يعني ما بسهل أن نفوض أي شخص، خاصة لما نتكلم عن قائد بخيل أو قائد مسيطر أو قائد حتى يمتلك يعني صفات الحسد أو أيا كان من صفات. فكيف هذا الشخص ممكن يمكن يعني أي شخص في المؤسسة، خاصة موضوع الظهور، موضوع مثل ما تفضلت خلينا نقول الوجاهة اللي دائما نشاهدها، مع العلم أن في يعني في المؤسسة في أشخاص قد تكون المؤسسة فيها 200 موظف، لكن تجد القائد نفسه ظاهر في كل محفل وفي كل يعني توصل رسالة بأن هذا الشخص يعني ما في شخص في المؤسسة غير هذا القائد فقط أو غير هذا المدير. فأيضا هذه يعني كيف ممكن القائد يطلع من هذه الصفات، أو كيف ممكن القائد يمكن شخص وهو مرتاح؟ هذا موضوع جدا يعني صعب، لأنه موضوع مؤلم مثل ما ذكرت. أعتقد أن الممارسات القيادة العليا أثرت في موضوع التمكين. على سبيل المثال
موضوع الحوافز اللي تفضلت فيها، الحوافز المعنوية والمادية. أحيانا القائد يخاف بأنه يمكن شخص وتذهب هذه الحوافز المعنوية والمادية للشخص الممكن، فهذه من الأشياء اللي تخلي القائد مسيطر على كل مجريات الحدث. أحيانا أحداث عادية تحصل الشخص متوجه لكل يعني مجريات الحدث. فأعتقد ممارسات القيادة العليا لها دور في موضوع عدم يعني تمكين الأشخاص. موضوع السؤال الآخر سالم، اسمح لنا شوي عاد طول عليك. آخر موضوع طبعا سلبيات التمكين. يمكن هذه يعني تجربة شخصية، أحيانا إذا مكنت شخص وهذا يعني بطريقة لا إرادية، الشخص الممكن توصل رسالة ويظن بأنه هو أفضل منك كغايد، فهذا بعدين توصل لمرحلة يكون في يعني ارتباك داخل المؤسسة، وهذا بشكل لا إرادي. كيف ممكن نسيطر على موضوع التمكين بحيث أن أنا أمكن الشخص لكن في نفس الوقت أقدر أسيطر عليه؟ أن موضوع وايد يعني وايد مهم، راح يأثر على عمل الفريق ويأثر على عمل المؤسسة، وهذا يمكن أني صادفته بشكل شخصي. وبشكل يعني أحيانا لما تكون يعني أي موظف لما يقوم بمهامك فيظن بأنك أنت يعني وجودك زي عدمك، طريقة لا إرادية قد تصل هذه الرسالة. أيضا هذه تحتاج لها يعني يحتاج لها كنترول. بس هذه سيد مطر، يعني ما أعرف إذا سكت شيء من الأسئلة. طيب، أول شيء جزاك الله خير سيد علي، وثاني حاجة بتضطر تعيد الأسئلة من أول وجديد. بالنسبة فيما يتعلق بمفهوم القيادة، هو طبعا مش يعني ما بحسب ما أراه، وإنما حسب حقيقة يمكن الأطر النظرية والباحثين اللي تناولوه. طبعا هو بشكل عام مثل ما ذكرت في البداية، من ضمن الأشياء المهمة في العلوم الإنسانية هو اتساع الاختلاف فيها، هذا شيء قاعدة يعني. وبالعكس يمكن هذا الأمر محبذ عندهم، أن يرى الشخص لمفهوم القيادة غير ما يراه الآخر، يمكن يراه هو بحكم موقعه في مؤسسة معينة بظروف معينة، يراه الآخر بطريقة أخرى. فالبعض مثلا يقول بأن القيادة فطرية، والبعض الآخر يقول لك لا، هي القيادة مكتسبة، يعني ممكن أنها تعلم تدرس. البعض قال لك لا، إنما هي ينولدوا القادة يعني يجوا جاهزين. أيضا وهناك طبعا رأي مثلا لطارق السويدان يجمع ما بين الأمرين. في أيضا اختلاف حتى في المصطلح، فحدهم يقول بأن القيادة هي القود، يعني أنك أنت تقود المجموعة تقودهم من الأمام، حد يقول لك لا هي السوق تسوقهم من الخلف، أو حد يقول لك العكس عكس السوق. الطرح اللي هو الأحدث هو أن يكون القائد بينهم، وهو والمعنى الصحيح لها هو ترك الأثر، هو القائد هو من يترك أثر. نعم، فبالتالي يعني على أساس أنك أنت تستطيع أنك تقود هذه المؤسسة، أنك لابد أنك أنت تترك أثر. طيب الآن كيف ممكن، السؤال الثاني كيف ممكن؟ لا، هل التمكين مهارة يعني تعتمد نعم على صفات شخصية للغايب؟ نعم، وبالتالي مهم جدا أن اللي يمارس موضوع التمكين في مؤسسته يكون عنده مثل ما قلت من ساعة يعني مستوى عالي في الذكاء العاطفي. مهم جدا يفهم إيش معنى علم النفس الاجتماعي. مهم جدا أن يعرف بأن أن يعني المؤسس يعني يكون عنده قناعات كبيرة جدا، يعني يفهم إيش معنى رؤية، إيش معنى رسالة، إيش معنى قيم للمؤسسة. فإن لم يتوفر في القائد هذه المهارات، يعني من الصعوبة جدا أن يمارس التمكين في مؤسسته، أو إن مارسه بيجد تحديات كثيرة. أولها وأهمها هي مسألة نكران الذات، وهي أصعبها، لأن ما ممكن أنه يعني يتخلى عن بعض مسؤولياته ولا بعض صلاحياته ولا بعض برستيجه، إنزين، وهو أنه يعني يريد أن يمارس القيادة وهو مرتاح. فلا بد أن يكون عنده مهارة الذكاء العاطفي عالية جدا، ويقرأ فيها ويطلع عليها على أساس أنه يقدر أن يمارس
التمكين. هل ممكن نعتبر التمكين مهارة قيادية ولا مهارة إدارية؟ هو يشوف الآن بشكل عام اللي يتقن الإدارة هو في الأصل القيادة. يعني أنت عشان تكون قائد لابد أنك تكون إداري في الأساس، لكنك ما ممكن أنك أنت تكون يعني إداري وإحنا نطلق عليك أنك أنت قيادي، لابد أنك تكون مواصفات معينة. فالقيادة أعم وأشمل. الآن مهارة التمكين مهارة أنا أعتبرها أن هي يعني صحيح أنه علم إداري، ولكنه ما يمارسه إلا القادة. فبالتالي ممارسة مهارة التمكين يعني يمتلكها القادة. يمكن احنا نقول بأمانة لما يجي احيانا اميز بين اداري وقيادي في بعض التقييمات لزملائنا مثلا مدراء مدارس على سبيل المثال متميز في التمكين اكثر من غيره، فذاك معناته انه يميل ناحية القيادة اكثر من الاداري. لان الاداري الكثير منكم يعرف ايش الفرق ما بين الاداري والقيادي. الإداري مثلا أنه يقوم بالشيء الصحيح بشكل صحيح، تمام، هذا الإداري. لكن القيادي لا، يقوم بالشيء الصحيح بشكل صحيح في كل مرة، في كل مرة يعني دائما وفي كل مرة، كل مرة يقوم بالشكل الصحيح هذا، يعني يخرج خارج الصندوق أفكاره، فما ما ما بتقليدي. فلذلك هي التمكين يعني عمل إداري لكن ما يمارسه إلا القادة. تكلمت عن الحوافز أستاذ مطر، الحوافز المعنوية والمادية طبعا أعتبرها يعني قد تكون عائق أكثر مما هي محرك وما ومحفز، لأن القائد لما يعرف أنه في تحفيز مادي ومعنوي راح يحاول قد ما يقدر أن يكون مسيطر على كل يعني ما يدور في المؤسسة. فهل تعتقد بأن يعني قد يكون ممارسات القيادة العليا في موضوع التحفيز والتمكين، التحفيز والتحفيز المعنوي أو حتى المادي قد يكون عائق يعني في موضوع التمكين؟ نعم نعم، لأن أصلاً من ضمن معوقات أو حتى مقومات التمكين حين ذكرناها بأن الحوافز إن كانت معنوية أو مادية، إن وجدت الحوافز لي على الأقل في إطار المؤسسة فدائما يعني بتنخلق ثقافة التمكين بشكل أفضل، وإن وجدت بشكل أكبر للممكن فثق تماما بأن ممارسة التمكين بتكون بشكل أفضل وبشكل صحيح. إحنا مشكلتنا فعلا ينقصنا هذا الجزء في المؤسسات أحيانا، أن محتاجين أن يكون في قناعات لدى الإدارات العليا بأهمية الحوافز حتى المعنوية. ترى اليوم يعني أنت مجرد، وهو على فكرة التمكين جزء من حافز معنوي بشكل غير مباشر للعاملين. لما أنت تحسسه ما بين مجموعة من زملائه أنه مهم وأنه ممكن في يوم من الأيام يكون يعني محلك أنت في المؤسسة، وإن ما امتلك صفة رسمية فحسسته وهو شعر أمام زملائه بأنه ممكن، هذا أكبر حافز له، هذا أكبر حافز له. فلذلك حقيقة يعني أنا أعتبر أن الحوافز المادية أحيانا والمعنوية نعم تؤثر في مستوى التمكين وفي أداءات التمكين. نترك المجال طبعا للأخوة الحضور. تفضل دكتور. صحك الله خير دكتور، تلميذك الله يحفظه. على شكل العنوان أولا بالذات اللغة الإنجليزية leadership by empowerment. ليش ما كان leadership by enforcement؟ ليش الفرق ما بين empowerment طلع أو enforcement؟ هذه أول النقطة. الثانية أعتقد أن التمكين إذا فيه قيادة هل هو تمكين فردي أم تمكين جماعي ومؤسسات على أساس أن يكون فيها زاك الله خير دكتور. المصطلح الثاني غير الامبورمنت ايش قلت دكتور معناه؟ اللي هو السرعه وشيء كذي الليدرشيب. نعم ايوه. الثانيه اللي هي ايش؟
اللي هي معناها الضغط ولا الضغط؟ ايوه الضغط. ايوه هو ترى ايوه هني لعل دكتور والله اعلم يعني انا ترى استوقفني مثل ما خبرتك اول شيء يعني استوقفني مصطلح الشيب دخل مع الليدرشيب مع القياده، فاصبح مع الوقت عندي قناعه اني اربط القياده بقياده السفينه. واقول دائما حتى حقيقه هذا الموضوع حتى على مستوى المنزل، حتى على مستوى مؤسسه البيت، يفترض ان يكون يعني مفهومنا للقياده مثل قياده السفينه، يعني تعبر من مسار الى مسار. لعل يمكن دكتور موضوع الفرق ما بين القوه والضغط، احيانا الضغط قد يكون الضغط انزين يعني له مسببات، يعني انت تضغط لاجل انجاز سريع مثلا او يمكن على المدى القريب تمام، لكن لما يكون قوه ما بالشرط القوه اللي هي يعني معناته استخدام، قد يكون احيانا قوه ناعمه انزين احيانا والله علم مهاره هذه اللي لها مدلولات القوه، وتكون على المستوى البعيد، لكنك لما انت تعيش ضغط يمكن لعله هني ما بتحقق التمكين لانك انت جعلت الشخص دائما في ضغط وفي مستوى يعني انجاز سريع، بينما لا انت استخدمت القوه. القوه مثل ما خبرت قد تكون علم، قد تكون مهاره، قد تكون ايا كانت في انجاز ما يمكن انجازه. ف نعم في التجارة نعم 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 فورس المقصود فيها دكتور لو يعني انت تحط القائد في الامر الواقع يعني او الشخص تحط الشخص تحليل جميل جدا جزاك الله خير معتصم يمكن يعني تخلق خلينا نقول تخلق قائد تحطه في الامر الواقع لاداره يعني اي مؤسسه لان التمكين القياده نعم ايوه نعم 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 ولذلك احنا قلنا القياده بالتمكين القياده اللي هو نعم والاصح انها تكون جماعيه نعم 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 صحيح خلاص هذا ممكن السؤال استاذ مطر موضوع التمكين. التمكين طبعا يحتاج تكلمت عن مراحل كثيره نعم. اعتقد يحتاج وقت كثير يعني يحتاج صبر ويمكن تفشل في النهايه صحيح يعني انت يمكن تعتمد على شخص او شخصين تمكنهم لكن يمكن يعني خلينا نقول في نهايه المطاف تنقلب عليك جربنا شخص ضقها هو اعتقد ثقافه هي بادي بعد ان ارجع ارجع صح. ارجع مره ثانيه للقيادات العليا لما انت تحصل القيادات العليا بعدها ما وصل تشرف هذه المرحله واضح يعني هو علم لكن خلي ننظر الى دائما اي نظريه في حياتك حتى الواقع يمكن لديها توقعات مبرره يمكن ما يمشي معك على فكره القياده لتبقى النظريه بس بعفويه صحيح 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 يمكن ببعض الامور نعم المفهوم هي انهم يعرفوا
حتى يمكن دكتور ناصر يعني في التاريخ البحري حتى يعني ضمن الأشياء اللي استفدنا منها وكان أخذ يعني من 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 يوصل ولده 15 خلاص يبدأ يشل البحر معه فرحلتين الرحلة الثالثة خلاص نأخذه غصب طيب يعني فذا يمكن اختصار لموضوع التمكين والتمكين بال نعم صحيح الإدارة الذاتية نعم نعم صحيح صحيح نترك فرصة لحسين الدساد نترك فرصة للأستاذ أمين تفضلي وعليكم السلام نعم هو أنا ببدأ لك من السؤال الثاني أول حاجة طبعا احنا قلنا يمكن هذه من ضمن بعض يعني اللي نشاهده في مؤسساتنا أن أحيانا القادة ما عندهم قناعات بأنهم يمكنوا هني يمكن مع الوقت اللي بيحدث للموظفين شيء اسمه الاحتراق الوظيفي أنت إذا كان من الأساس عندك يعني احنا حين طبعا نخاطب القادة الأصل بذي الورقة نقول إن لابد يعني نتكلم عن المأمول مثل ما تفضل أستاذ علي الآن إحنا نتكلم عن المأمول قد يكون في الواقع الآن بعض الأشياء ما تتماشى مع اللي يعني إحنا قاعدين نتكلم عنه فأنت مثلا إذا صادفك مثل هذا الأمر الأصل أنك أنت بشكل عام كل شخص عنده يعني جزء في نفسه من المهارات القيادية وممارسات القيادية يمارسها لكن إن ما أتاحت له الفرصة هو يمارس القيادة يمارس القيادة ثق تماما ان في يوم من الايام لكن ما معناتك انك تصدم يعني بالقائد اللي معك على كون ما مكنك انت ممكن انك تمارس التمكين على الاقل في حدود البسيط مثال قد تكون انت رئيس قسم لمجموعه من الموظفين المديرك ما اعطاك الفرصه لانك تمكن لكن انت ممكن تمارس التمكين مع اللي اقل منك ممكن ايضا تمارس التمكين مع المحيطين مع زملائك تمام فاحنا نقول في النهايه ان التمكين يجب ان تكون ثقافه يمكن في يوم من الايام تتغير الاداره وبالتالي انت بتعطى مساحه اكبر ممكن في يوم من الايام انت تتولى القياده فبالتالي اصبح انت عندك فرصه اكبر لممارسه التمكين لكن ابدا ما تصطدم بالقياده الحين لكونك والله انك تريد التمكين أنت مارس التمكين على الأقل على المستوى لأنك وانت أحياناً في مستوى إداري أقل من مستوى القيادات ممكن أنك تمارس المهارة التمكين الأمر الآخر سؤالك إيش كان؟ كان عن نعم موضوع السيطرة هني هو في الأساس إحنا قلنا من البداية لا بد أن يكون في المؤسسة ظاهر للجميع أن القائد واحد ما ممكن يكونوا أكثر من قادة لكن أنت في مرحلة التمكين في مرحلة صنع قادة بس تهيئ قادة تصنع قادة احنا ذكرنا من ضمن الأشياء المهمة أنك أنت لازم تحاسب المحاسبية دي مطلوبة والحوكمة مطلوبة تمام فالحوكمة في الأساس هي ايش معناته أنك أنت تخلي كل شيء ماشي بمساره الصحيح ضمن مساءلة معينة ضمن أشياء أسس معايير معينة فمثل هذه الممارسات بتخليه يعرف ايش اللي له وايش اللي عليه ثم ايضا مساله التغذيه الراجعه ذكرناها احنا انت لما تيجي ترجع من بين الفتره والثانيه تقف عنده لانك انت مطلوب منك انك انت تدربه انك انت تعلمه انك انت تفهم من بين الحين والاخر ففي التغذيه الراجعه بتعطيه اخطائه
بتقول لي لا هني انت تجاوزت، هني انت صح معك، انت كذي، وهذه من مهامك انت كقائد. فمثل هذه الممارسات ثقي تماما انك ما راح تحصل حد خرج عن اطار المنظومه يريد يغرد خارج السرب، ما ممكن، لكونه في الاساس عرف ان في اطر عامه للعمل معين في المؤسسه. نعم. استاذ سعد مطر تفضل، اخر ناخذ اخر سؤال عن الاستاذه، تفضلي. السلام عليكم. طبعاً أشكركم على المحاضرة الكريمة، بس هناك سؤال هو رجاء. طبعاً حنخلنا من اللي قدم للأستاذ مطر أشياء جداً 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 جميلة، بس أنا أقترح أو أرجو أن مثل هذه المحاضرة تكون للقيادات والمؤسسات الحكومية، يعني من منطلق السرفين اللي سووه في بعض الدول من أغلى الأماكن، وكل حد طرح أشياء، بس في الأخير قالوا إن أغلى الأماكن هي المقاهي. فيما في الكتاب اللي طرحه هنري، فقال إن الإنسان دائما كان يعني كان عنوانه متفارقة، بس حين نشوف إن في المؤسسات الحكومية ما في خط ثاني، ما في تمثيل. فالمدير اللي يمسك مؤسسة أو يمسك ممكن المؤسسات الخاصة يكون في تحفيز، يكون الأشخاص في المدير التي يمسك عليه يكون على مصلحة العمل بشكل عام، بس المؤسسات الحكومية نشوف أن القائد تأثر القدس الملكي وأنا وهذه الطوفان. فحنا محتاجين مثل هذه الأشياء أنها تتقدم، لأن تأهيل خط أول بعد المدير اللي ماسك كانت دائرة أو كانت مديرية أو كانت قسم يحتاج لمن يدعمه، لأن نشوف بعد أي سبب من الأسباب يروح القائد يصير فجوة كبيرة جاب بين الأول والثاني كبير، نخسر قيادات موجودة. ما بالمهم يكون مدير، ممكن طبعا الرسول صلوات الله عليه كان مؤهل، كان ممكن، وفي غزوة مؤتر كان مؤهل أكثر من قائد، زيد بن حارثة جعفر بعده عبد الله بن رواحة. هذه التمكين حين نتمنى من هذا المنبر، وانتم من أن يكون لي حافلة هذه الأشياء، أن تحاولوا أن تدخلوا هذه الأشياء فيما يخص المؤسسات اللي تخدم المواطن، تخدم الناس، فهو مجرد رجاء من طرف هذول الرجال. واضح استاذي، جزاك الله خير، وصلت الفكره. وحقيقه يعني فعلا هذا الامر يعني نامل ان شاء الله تعالى يعني على الاقل في اطار مثلا المؤسسات التربويه عندنا حقيقه يعني قائمين الاخوه بهذا الجهد، ويعني الحمد لله الامور الان نرى بان ممكن في المناصب القياديه بدوا يعني يشعروا بان مهم جدا انه يكون شباب، لان الان اصبح الامر حتمي مع وجود رؤيه معينه للسلطنه، يعني رؤيه 2040 اصبح موضوع النظر باهميه وجود صف ثاني واهميه انه يكون القيادات شابه اصبح امر حتمي ضروري يعني. فان شاء الله تعالى يعني نثق بان الامر القادم او المرحله القادمه راح يكون يعني الانتباه لمثل هذه الجزئيات ان شاء الله بشكل افضل باذن الله. سنت سيد مطر طبعا استاذ ايماء سايمه، لان غايده ما نقدر يعني نختم عندك ان شاء الله. طبعا بدل بشرح عنوان الاستاذ جزاك الله طرح رائع للفكرة، ويمكن وليها فوحدة تقول لي دينا ماشي، قلت لها والله ماشي محاضر، فتقول لي عندك قلت لها القيادة، تقول لي ايش بتستفيدي منها؟ فقلت لها القيادة تبدا من بيتي، احنا
يفتح المكتب للموظفين عندك. فأستاذ مطلق كلمة حبيتها صراحة لما قلت على أطلع من الوظيفة وانت مفتاح يعني محافظ على صحتك النفسية والجسدية، وهذا الشيء دائما يعني يمكن طبقته في سنوات يمكن قدها متأخرة يعني في الإدارة، لكن أقول بعد الإنسان يتعلم دائما هذا التوكيد بيخليه يطلع من المؤسسة وهو مفتاح يعني جسديا، مفتاح نفسيا، مفتاح ذهنيا، يحس ان البيئة محفزة هادية ما في هناك ضغوطة، انت كقائد تضبط نفسك وانت كقائد تبرئ نفسك. احسنت استاذي ميعة، جزاك الله خير. شكرا استاذي ميعة، والشكر موصول لكم جميعا. استاذ مطر ما شاء الله يعني كملنا ساعة ونص متفقين ساعة يعني، لكن شكل الحديث شيق، واذا اعتقد ان الحديث يعني يحتاج بعد دكتور ناصر شكله عندي سؤال. تفضل دكتور. شكرا وعلى هذا التمكين. نعم. نعم. ليس نظري فقط ولكن عمل. أستاذ مطر كان مدير، أستاذ علي كان معلم معنا. اليوم أستاذ علي خلينا مساعد مدير. الحمد لله. الحمد لله. هذا هي التمكين. الله يستر. ممثلة فيكم. وأشكرك أيضاً على البداية الرائعة اللي قدمتها. ثواني يمكن لو رحمه الله في أسطان عبوس وتمكين في أسطان عيثة، ولكن تمكين مثل ما قلت أنت في المحاضرة المطر يحتاج إلى واحد لا يمكن أن نمكن خلال سنة أو سنتين. أسطان عيثة وأسطان عبوس مثال 50 سنة تدريب وتأهيل إدارة وأيضا النظر والنظر، فالتمكين يحتاج إلى وقت اختيار من هو الذي ممكن أن يمكن. أختلف مع من يقول في التربية لا يوجد تمكين، في مدارس لا يوجد تمكين، فالمعاصر الإدارية الموجودة مع المدير مع مساعد المدير مع أيضا إعداد تحول من مرحلة إلى أخرى في التمكين. أيضا المديريات خصوصا مدير التربية مع مدير عام دراع مساعدين. هذا تمكين رسمي أيضا للترقية إلى مناصب أكبر بعد ذلك. المدير أو القيادي لن يبقى دائما، القيادي أيضا لن يكون موجود بصفة دائما، قد يكون في إجازة، قد يمرض، لا سمح الله، قد يتوفى، قد يترقى إلى وظيفة أعلى، فالتمكين مطلوب، ولكن المهم من ممكن وكيف نمكن ومدى نمكن هذه أيضا، وتجاوز موقع التمكين أيضا الذي ذكرتها أستاذ مطر جزاك الله خير. أحسنت دكتور ناصر. شكرا دكتور ناصر، شكرا أستاذ مطر، شكر موصول أيضا لجميع الحضور. استمتعنا طبعا وطلعنا بفائدة يعني قيمة، قد نحتاج يعني لبعض الوقت للوصول لثقافة التمكين، لكن هي آتية لا محالة يعني. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت. 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 أحسنت.